شدد السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة الأمريكية توماس نايدز على أهمية المغرب بالنسبة إلى إسرائيل، مؤكدا أن بلاده تتابع عن قرب تطور النقاش الأمريكي المغربي حول قضية الصحراء المغربية. وأضاف توم نايدز أن الخارجية الإسرائيلية تركز بشدة على محاولة حل هذه القضايا بما في ذلك الصحراء المغربية والقضايا التي تدور حول الكونغرس الأمريكي. هناك الكثير من المحادثات بحسب ما أوردت صحيفة جيروزاليم بوست. وذكرت صحيفة جيروزاليم بوست أنها أثارت مع نايدز قضية التشريعات الأمريكية الجديدة التي قد تقود اعتراف الإدارة الأمريكية السابقة بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، ومنها تشريعات تتعلق بالعلاقات العسكرية المغربية الأمريكية ومشروع قانون قد يمنع استخدام الأموال لافتتاح قنصلية أمريكية في الداخل. وما زالت الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة الرئيس جو بايدن متمسكة بنهجها، لا شيء تغير من قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية بعدما أقر الرئيس السابق دونالد ترامب بسيادة المغرب على صحرائه قبل أكثر من سنة. نشكركم على حسن المتابعة.